تقول عندما تأخذ مني إحدى صديقاتي أو قريباتي شيئا مثلا ككتاب أو قطعة ملابس أو نقود فهي لا ترجعها وأخجل من مطالبتها، ولذلك قررت ألا أعطي أحدا شيئا، وذلك بأن أقول ليس عندي مع أنه عندي، فهل هذا جائز أو لا؟ إذا كنت تخشين من واحدة أنها لا ترد العارية فلا يمنعك هذا من إعارة الباقين الذين يردون العارية، تكون امرأة واحدة أو شخص واحد يسيء استعمال العارية أو لا يردها لا يمنع من إعارة الباقين الذين يردون العارية. قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، توعدهم. ومنع الماعون هو منع العارية، مراد بالماعون ما يحتاجه الناس عارية كالقدر والقدح والحبل والفاس وما أشبه ذلك، كله يسمى ماعون. ولهذا يرى بعض العلماء وجوب الإعارة إذا كان المستعير محتاجا ومأمونا على ردها، إنه يجب عند بعض العلماء، والجمهور على أن الإعارة مستحبة لما فيها من بين المعروف والإحسان. أما كون بعض الناس يسيء في العارية هذا الشخص المسيء لا يعار، أما بقية المسلمين فيعارون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.